الشعب المغربي يعرفها وغادي نفاجئوه بها ان شاء الله باذن الله بكل ثقه وبكل حماس ودون لغه الخشب وبلا خوف غادي نفرقعوا رمانه. انني جيت لكتابه الضبط وديت طلع على الملف وخديت شي تصاور اللي ما عمري ما شفتهم واللي هما الفيصل على ان ولدي مقتول. ومن هذا المنبر كنقول تهامي الله يرحمه. انا هذه المره راني مشيت باش صبت اوراق صبت تصاور عمري ما شفتهم ما كانوش. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. اليوم معايا الأم حياة اللي عدد كبير من المغاربة تيتبعوا القصة ديالها. مشاهدينا الكرام اليوم في الصباح الأطوار ديال الجلسة اللي القضاء خذ القرار أنه الملف جاز في 14/10 جات بيوم الجمعة. مشاهدينا الكرام القاضي كذلك خصص هذا اليوم كملف خاص لأنه موضوع تامي بناني قضية رأي عام وكذلك القضاء له الحق أن يختار الأريحية اللي غيشتغل عليها في الملف. مشاهدينا الكرام كذلك طرف تاني والقضاء المغربي بطبيعة الحال كان يطالب رئيس الجلسة بحضور الشاهدتين. حضرت شاهدة وحدة للسيد الرئيس طلب منا الحضور يوم 14 في الشهر حتى تكتمل الصورة عند القضاء. مجموعة من تطورات ومستجدات أخرى كذلك غادي نشوفوها مع الأم حياة اللي هي الأم ديال تهامي بناني. أستاذة حياة حضرتي اليوم 14/10 جلسة الملف جاهز كما نقول دائما لكل بداية نهاية. كيفاش كتشوفي الأمور؟ السلام عليكم. أولا غادي نشكر الرأي العام اللي باقي متبع القضية وباقي كيستميت في معرفة الحقيقة لا شيء غير الحقيقة. واليوم جينا المحكمة على أساس عندنا جلسة يعني قائمة ساعة تأجلت اليوم 14 نظرا ل يعني بغاوها تكون جلسة خاصة ومن نوع خاص نظرا ل الحجم ديالها الكبير ونظرا للتشبيكه اللي مشبكه راه ماشي ساهل باش تفك الخيوط ديالها. اذا خلوها انها تكون جلسه خاصه وغادي تاخذ الوقت ان شاء الله وجاهزيه الملف راها على اتمها انما باقي ما يقال وباقي ما يستدل به. اليوم حضور الشاهده القضاء المغربي يعني الجلسه والهيئه اذا صح التعبير اللي مكلفه بهذا الملف تطالب حضور الشاهدتين. الشاهده اللي عندها مرض اللي من المغرب حضرات اليوم السيد الرئيس طلب منا الحضور ديالها يوم 14 شتي الشهيده اليوم اول مره ماشي اول مره انت فيت منك تلاقيتي معها غنجي لهذا الموضوع. اولا الغريب في الامر هو ان الدفاع ديال الطرف الاخر من مده هذه هو كيرفض المثول ديال الشهيده امام المحكمه كونها تحتضر كونها مرض مزمن كونها مناعه صفر فإذا بنا كيتبين اليوم العكس. سؤال مطروح. نعم. ثانيا هاد الشهيده ملي جات اليوم وجات الشهيده لان هي شهيده حتى واخا تكون هي شهيده النفي كاين شهيده اخرى اللي غادي ديال الاثبات اللي انا جبتها يعني جاتها السيده حتى هي الصديقه ديالي اللي حضرت معايا من بعد ما قالت لنا ديك الشهيده الفتاه على ان ولدنا مقتول ومحروق ومجروح في البحر. بالاسف ما تمتش هاد الشهاده نخليوها ان شاء الله نهار الجمعه. انما اللي غادي نقول لك هو الراي العام خصو يعرف باللي هاد الصمت اللي كان اللي عشناه مده ديال شهرين شهر ديال عطله قضائيه وشهر فتره عطاته المحكمه هي شهرين راه فيها وقعت اجتهادات وابحاث مضنيه وتحريات فريده من نوعها خص الشعب المغربي يعرفها وغادي نفاجئوه بها ان شاء الله باذن الله بكل ثقه وبكل حماس ودون لغه الخشب
وبلا خوف غادي نفرقعوا رمانة بإذن السميع العليم. عندي معك سؤال آخر أستاذة، هو اليوم ما شفناش الأستاذة ليلى وعدد كبير من المغاربة يسألوا هذا السؤال وربطوا بنا الاتصال وهي ما كانش، وكذلك ما يشاع وما يتم تدل فيه أنه كاين واحد شبه تصدع بالأم حياة في نقاش حاد مع ليلى، رأيك والحقيقة مع الرأي العام؟ هي في الحقيقة ما عندناش نقاش حد، عندنا وجهة نظر ليلى. غادي ندخل دابا ليلى. ليلى وقع لي بيني وبينها واحد سوء تفاهم، ليس بنقاش حاد وليس بعداوة وليس بأي شيء من هذا القبيل، إنما توجه ديالها اللي كانت ماشية بيا به وأنا متكي عليها نظرا لعدم درايتي بالقانون، اتضح لي على أنه ما غاديش يدينا للطريق السوي أكثر مما هو رجعنا للأصل. وشكون اللي خلاني نرجع للأصل؟ سي يوسف هو اللي خسر الرأي العام يعرف على أن النهار الأول فاش قاضي التحقيق سطر المتابعة ديال القتل العمد وما غادي يكونش درها من فراغ، وبعد تحريات ديال 3 سنين وبسند من الفرقة الوطنية التي لا يعلى عليها، يعني ارتئينا على أن نمشي في القتل العمد. دابا شنو السبب اللي خلاني نمشي في القتل العمد؟ هو الصور اللي كانت وراتني الفرقة الوطنية واللي الوجه ما شفتوش ديال ولدي، نظرا انني عزيت عليها ولا ما بغاتنيش تشوفني بواحد الموقف ديال انني نشوف ولدي وجههم مخسر ولا ما كاينش ولا محروق ولا ما تيهمناش، هذاك الرفض او هذاك الامتناع ديال الوجه اللي ما نشوفوش خلالي انا واحد اللبس سي نورمال، راني ام، هذاك اللبس خلاني سيغ لو كي فيف، واش ولدي كاين، واش ولدي مقتول، واش ولدي غير ميت عادي، واش ولدي كاين، واش ولدي ما كاينش، اذا هما اللي جعلوني في هاد القوقعه ديال التساؤل. شنو دابا اللي خلاني نرجع؟ هو انني جيت لكتابه الضبط وديت طلع على الملف وخديت شي تصاور اللي ما عمري ما شفتهم واللي هما الفيصل على ان ولدي مقتول، ومن هذا المنبر كنقول تهامي الله يرحمه. ملي نشوف ولدي انا يديداته بجوج محروقين ومشوطين وحيدة على وحيدة، وملي نشوف الدقة في الراس، وملي نشوف الوجه مشوط ومفحم، وملي نشوف ملي نشوف ملي نشوف داكشي عاد غادي نقولوا ان شاء الله في 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 في, في, في الاعلام لاحقا بلا ما نعطي الديتاي دابا، يستحيل واش نبقى نقول لا تكيف ولا كاين ولا 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 واقيلا عايش بحال اللي كنت زعما كنقول، ولكن دائما كنقول عايش في الوراق، عمري في حياتي ما قلت ولدي عايش وعمري ما قلت انني شفته، انما كنقول عايش في الوراق مادام انه مازال ما تسقطش من الحاله مدنيه ومازال في منقط في في, 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 في الاداره، اذا ولدي يعني خاص. وهنا تنقول بلي الدوله الأجهزة ديالها كلها القضائية من صغيرها حتى الكبيرة مجبرة باش تحط لي ولدي من بعد ما يا السلطات درتي التحريات ديالكم، درتي معاينة، عرفتي وهذاك الدري شنو به الزمن والمكان، ودرتي لي فيديو، درتي التحريات ديالكم الكتابية، درتي كل شيء، وكونتي واحد الملف وحطيتيه لدى المصالح المعنية، هذا كافي باش نعرفوا القصه ديال تامي. ولكن ملي نمشيو نشوفوا الملف ونشوفوه مفروم باش ما تعرفش راسك ملي عرفتي شنو هي شي كبه ديال الخيط مخبله عندها راس وعندها رجلين ولكن الوسط ديالها هكذاك، يعني انا هذه المره راني مشيت باش صبت اوراق صبت تصاور عمري ما شفتهم، ما كانوش ما كانوا في الملف نهار اللي صورته انا والسيده ليلى، ما كانوا في الملف نهار اللي صورته انا والسيده محاميه، اذا هذه المره ملي مشيت بوحدي صبت التصاور. دوك التصاور هذوك الساده الا سمحتي لي في الاطار القانوني الا توضعوا دوك التصاور غادي يداروا في محضر، وغيدار منين؟ فين كانوا التصاور قبل وامتى توضعوا واش يلاه توضعوا؟ كيفاش شفتي انت هذه الامور من بحثتوا؟ وكذلك ملي غتكون معك الاستاذه المحاميه اللي هي غادي تشوف حيثيات هذه الصور، ما علاقتهم بالملف؟ نعم، هذا هو بيت القصيد السي يوسف، هذا هو بيت القصيد، هذا هو اللي خلاني ندير التغيير الجذري ميتامورفوز في ديك الفكره اللي كانت عندي ديال لانني كنت شبت
بولدي مقتول، لا سيما شفت شي حوايج بالدلائل بالكرونو بكل شيء، وغادي ندلو بها ان شاء الله. فهمتيني، انا كنطلب العداله للجميع، ما بغيت المضار حتى شي واحد، انما اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. هاد الدري هذا ملي ما نشوف انا ولدي في هاد ليطه هادي، مازال غنقول تكيف، وهي غنقول انا عقلي متكيف ملي نشوف هادشي ونلمسو بيدي، ملي نشوف وجه ولدي ونشوف ولدي يديه محروقين مشوطين من هنا والاعضاء مستأصله والدمايات هابطه وحوايجنا، ياك عندي محضر تعرف، عندي محضر تعرف وتعرفوا على توليداتي اللي كانوا معايا في بنتي وولدي، وهاد الشيء وراقات هاد محضر التعرف هادشي راه ما كاينش في الملف، باقي ما صبناش، ما فهمتش. تصاور واوراق ما كايناش في الملف، حنا غادي نطالبوا بالملف يحضر من الالف حتى الياء، ملف رقمي وملف ديال التهامي من الاول ديالو بالكرونو من الدقيقه من الثانيه صفر حتى الاخر محطه فين تلا البحث والتحريات. هاد الولد هذا يحضروه لنا، خديتي ودرتي المعاينه، دفنتي وكفنتي وغسلتي ودرتي وفعلتي وتركتي، حطوا لنا هذا الولد فين هو؟ كوت كوت. سوف انا غادي نتحفظ معك. نعم. لان قلتي لي السريه ديال دوك الصوار كيفاش وعلاش. نعم. قلتي انت مقبله ان شاء الله تجيب يوم. نعم. عندي معك سؤال اخير. نعم. من بعد ما توصلتي لهذ المعطيات اللي غيرت ليك الملف لوجهه اخرى، اللي خديتي القاعده ان هناك قتل سهل الكلام، واخ وجهتي بهذ الامور المستشاره اللي ضحات معكم سنين طوال، قلتي لها الحقائق ما ربنا تعيد النظر ديالها، ولا بقات هي في التصور ديالي ما في الاختفاء؟ شوف، هي عندها توجه ديالها، عندها قناعتها، عندها، شوف كل واحد كيف كتجسد له الصوره ديال شي حاجه، فهمتيني، كاين اللي تيديك واحد القناعه وتيثق بها وتيامن بها وتتبقى كابره معاه وماشيه معاه. انا هاد القناعه اللي شفتها دابا حتى قوه ما تحضرني من دماغي، حيت شفت بعيني التصاور اللي شي تصاور اللي ما وراتهمليش الفرقه الوطنيه نظرا انني عزيت عليها، وشي تصاور اللي كانوا وما كاينينش دابا في الملف، وشي تصاور اللي ما عمري ما شفتهم وشفتهم دابا. اذا هاد خلط جلط ما خلاتني الا باش نقول سورتو نشوف ولدي محروق، لا لا ثم لا. ذكرت هنا سؤال اخير، انه قبل استاذه باش تكون الحق المدني خص تكون انت درجتي القتل. نعم. في الحاله المدنيه يعني كاين الوفاه، انما الاطار ديالها واش هو قتل ام وفاه عديده امور اخرى. هذا الاطار القانوني اللي كتكون عندك الصيفه انك تتكلمي على التهمي بناني كأم. درتوا هذا الاجراء اليوم؟ نعم اليوم اول مره، اول مره بكل جراه بكل قناعه، واتحمل مسؤوليتي فيما اقول، انني كبتي شفتها محروقه. راه ما ساهله حتى لا شي ام، خليني مسمعت وتخيلت وشفت وشي حوايج هكا، ولكن باش نشوف انا يدين ولدي مفحمين وجه ولدي مفحم، والله ما نتعاتق معاهم. يكون مول هاد الفعل شكون ما بغى يكون منه تسمى، يا معاه لا تعاتقت باي صفه من الصفات. وعندي ملي كنت نقول لكم انا سكت على شي حوايج لهاد الظروف هذه، انا ما كنتش عارفه شنو غادي تجيب الظروف، ضروري تنخلي تحت يديا شي حاجه ان كريدي باش نربي، ما عمري ما غنحط حتى نوصل النهايه باذن الله. 14 ان شاء الله جات في الجمعه. نعم تبدا البدايه ان شاء الله. الله يوفقك يا ربي استاذه، الله يوفقك. شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا حقائق تنشر لاول مره على لسان ام حياه لعدد كبير من المغاربه متبعي القصه ديالها. مشاهدينا الكرام، في خضم الموضوع اول ظهور الشاهده اللي كانت بالرفقه ديالها في الوقت اللي الام مشات عند احد المقربين اللي هي زميله مع تامي بناني، اللي صرحت الام كتقول ولدي مقتول غادي نقولوا المرحوم، كانت معها واجهتها، وهاد الشهاده كاينه اللي غادلي ليا بحقائق تنشر لاول مره. مشاهدينا الكرام، مرحبا استاذه انت الاولى. بالنسبه للشاهده اللي نكرت ومنها اللي خلقها، نكرت على انها قالت لي وانا عندي الشهاده ديالي، جوج حوايج كيتبتوا على ان الشاهده براسها وبرجليها متورطه، باش تعرفهم كانت تسمعني غتعرفهم ما غنقولهمش دابا، متورطه في جوج ديال بجوج ادله قاطعه لله نقاش فيها باذن السميع العليم. الله يوفقك يا ربي اللي تيبان الحقيقه،
نطلب الله سبحانه وتعالى تبان الحقيقة. مشاهدينا الكرام، كما قلت في السابق، الشاهدة اللي هي برفقة الأستاذة اللي تناولات معي الموضوع وشهدات شهادة أمام الله شنو شافت بعينها وأشنو سمعت بالأذن ديالها. مشاهدينا الكرام، في خضم الموضوع كذلك شبه شيئا ما تصدع مع ليلى التي لها دور كبير كذلك في الملف وساعدات، وهي تدافع في هذا الملف باستماتة رغم أنه هناك اختلاف، ولكن النقاش لا يسد في الود قضية. تحترم أخت ليلى مستشارة قانونية، والأم رفقة الأستاذ زين خيار اللي هي المحامية ديالها وديال تامي بناني، غادي تكمل المسطرة. و 14/10 اللي هو الجمعة، اليوم اللي غتنطلق فيه المراحل ديال الدعوة. مشاهدينا الكرام، الشكر الجزيل كذلك للقضاء اللي أخذ الملف محمل الجد، بحكم أن القضاء كان يأمر بحضور شاهدتين. اليوم حضرت شاهدة للقاضي بطبيعة الحال، أعطى تاريخ ديال الجلسة اللي 14 أكتوبر، وفي نفس الوقت حدد ذاك اليوم لهذه الجلسة كجلسة خاصة لتبيان الحقيقة. مشاهدينا الكرام، نحن معكم دائما لتتبع الملف، وسوف نوفيكم دائما بجديد. كذلك الفيديو المقبل غادي تشوفوا معايا التصريح ديال أول ظهور الشاهدة اللي كانت مع الأم حياة. تبعوا معايا.